أقامت شعبة التدريب والتأهيل في المنطقة العسكرية السابعة حفل استقبال خريجي الدورة الحتمية الأولى لتأهيل الضباط، والتي أقيمت في مدرسة القوات الخاصة بمأرب واستمرت لمدة 4 أشهر متواصلة. وفي الحفل ألقى قائد المنطقة العسكرية السابعة كلمة أشار فيها إلى أهمية مثل هذه الدورات النوعية التي ترفع من كفاءة منتسبي الجيش الوطني وأهمية المرحلة القادمة بالنسبة للخريجين المعول عليهم وعلى زملائهم تحرير ما تبقى من التراب الوطني الذي لا زال بيد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كما هنأهم بتخرجهم وأهمية ما تلقوه من مهارات وتدريبات عسكرية. فالآن إخوانكم في ميدان المعركة ينتظرونكم بكل شوق وبكل لهف. كل ما أخذتموه يعتبر أمانة في أعناقكم، فانقلوه إلى أخوانكم كلا في وحدته الفرعية الصغرى، حتى على مستوى الجندي المقاتل أنت من ستعلمه الانضباط العسكري، الحركة النظامية، التدريب القتالي، التدريب التخصصي، التدريب العام. وفي كلمة التحالف العربي أكد المقدم الركن بدر الحربي على أهمية التأهيل في مثل هذه الظروف، والتي تهدف للارتقاء بالعملية العسكرية الهادفة إلى إنهاء النبتة الحوثية الخبيثة التي تستهدف اليمن والخليج، كما أشار إلى الدور الرائد الذي يقوم به أبطال الجيش الوطني في المنطقة السابعة أفرادا وجنودا، مؤكدا دعم التحالف المستمر للجيش الوطني وللعملية العسكرية الجارية حتى تحقيق كافة أهدافها. أنتم أخذ يمكن أفضل ناس مروا حاليا، لاحظتهم يعني عمل في بداية الوقت في الميدان ومن ثم انتقل إلى المعسكر، فأنتم شاهدتم الحدثين، شاهدتم روح القتال في الأمام وتدربتم لتنتصروا على أعدائكم، فأتمنى لكم التوفيق وأتمنى أني أرى النصر قريب إن شاء الله بفضل سواعدكم وسواعد أخوانكم اللي سابقينكم في الأمام. وفي نهاية الحفل تم تكريم أوائل الضباط الملتحقين بالدورة والبالغ عددهم 120 ضابطا من مختلف الوحدات والألوية في المنطقة العسكرية السابعة.